بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لسلطنة عمان اعرب جلالته فيها عن اطيب تهانيه وتمنياته لجلالته بموفور الصحه والسعاده ولشعب سلطنه عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قياده جلالته الحكيمه مشيدا جلالته ايده الله بعمق العلاقات الطيبه التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لهذه العلاقات مزيدا من النماء والتطور